وانت زبالة اللئيمة لاجيك القرى. سير الله سير الله. فاتح اخويا راه ام تبعهم انا اخو منير. اها دابا راه شوف اموني راه هذاك المنتخب ديال السيدة الطاولة المار. ايه بغيت لعبيه مع البايير وفولزبورغ. ديال البنات. ديال البنات. ولكن كمال كمال واش دابا المنتخب ما قادرش يحقق شي نتيجة بعدا مشرفة مع الألمان ومع كولومبيا ومع شوفي انا باش نجيك من الاخر حينت الكرة ما فيها العاصفة. المنتخب بيجيب نقيتات مع الجابون وكولومبيا. لا كوريا كوريا الجنوبية. كوريا كوريا وشكون اخر اخو موني؟ كولومبيا كولومبيا وكوريا ماشي الجابون. لا ماشي الجابون. لا ماشي الجابون. المهم ما عليناش المنتخب الالماني راه قاصح خويا منير راه تنعرفهم انا من الكول من الفورمس حتى الخطيره بوب. تبارك الله عليك. راه جيبوني راه نسميهم ليك انا بحالك انت معايا. يلا سميهم لينا سميهم راه لينا الله. جيبوني راه الفورمس هاجي تتلعب مع فولسبورغ راه واش تتلعب حتى هي فولسبورغ ينين تتلعب في الباير كريستينا جيمان الباير كارولين سيمون الباير طيب بريز تشيلسي فريغانغ فرانكفورت لينا ماغول هاجي تتلعب حتى هي في الباير ليندا دار المار في الباير هاد بوب هاجي اللي قلت لك تتلعب في فولسبورغ وورتي فينا تتلعب حتى هي في فولسبورغ والمدربة سيجيبوني راه واحد العقل عندها راه خطيرة المدربة عرفتي بعدا المدربة ديالهم سيجيبوني وسميتها خصك لها مسكينة أنا بالراحة. شتي المدربة خويا منير هي مارتينا فوس تيكلوت البيرك. مارتينا فوس تيكلوت البيرك. قول لها مارتينا قول لها مارتينا ولي الوقت. دابا بلاتي السي كامل دابا هادشي المتابعة اللي درتي أنت راه كاع ما دايرة واقيلا بيدروس يمكن براسو. راه خويا منير راه حنا بغينا نتبعو هاد التريريات جاونا ونتبعو المنتخب ولكن ها هما ساتين عليهم أش بغيت نجي لهم أنا خويا منير. راه هما ساتين عليهم واش انا دابا تنعرف الفئات ما تنعرفهمش ما تيوريوناش اخويا منير. راه الكره عندنا حنا فيها غير الحكام هذا طاح دخل الطبيب والواعر حنا عندنا في الكره حتى شناهي احسن حاجه تعجبني انا نقولها لك اخويا منير. دابا نسولك واحد السؤال اذا بغيتي تضرب دابا شي حجه وبغيتي تمشي شحال خصك واحد 7 ملايين ولا اييه شتي في الكره البطوله الوطنيه تقدر تحج بمليون تمشي تنخرط مع الصباح تولي الحاج اسمي كاس جيبوني والله لا تنهضر معاك اخويا منير والله وتمشي تنخرط تولي الحاج منير ماشي معتمر حاج والله لا تنهضر معاك اخويا منير والله يحفظك اخويا كامل